مرحبا بكم في هذا التمرين التطبيقي، تمرين رقم 2. تمرين 1 كنا خدمناه في الفيديو السابق، دابا غنمروا لتمرين 2. هاد السلسله كي قلت لكم غتلقاوها في الديسكريبسيون، وغتلقاوها في لي جروب في الفيس وفي لاباج فيسبوك تاعي ان شاء الله. المهم نبداو على بركه الله. التمرين الثاني دابا هو عاطيك في التمرين الثاني، عاطيك في ان زائد 1 تساوي ناقص 1 زائد 2 ان على U n و U 0 تساوي ناقص تساوي 2. ذلك عطيك نظر في n تساوي هذه طبيعتها لكل n كينتمي n، عطيك في n تساوي 1 على ناقص 1 زائد U n، طبيعتها لكل n كينتمي n جاي. ذلك السؤال قال بين أن السؤال الأول Vn متتالية حسابية، هذا هو السؤال، محددا عناصرها. كي غيقول كيفاش عناصرها؟ عناصرها هما أساس والحذف الأول، محددا عناصرها. عناصرها هو أساس والحذف تاعها الأول، يعني العناصر اللي كتميز بها. أش غدير؟ لدينا في ان نعلم ان المتتالية الحسابية تكتب على الشكل، نعلم ان هذا قاعدة المتتالية الحسابية اللي كتكتب على شكل، غدير لدينا تمتحن، لدينا في ان زائد 1 كتساوي في ان زائد ار، اذا ار كتساوي في ان زائد 1 ناقص في ان، خاص تجبد ار تحسبها. في ار شحال كيساوي؟ شحال في ان زائد 1؟ هي 1 على ناقص 1 زائد ان زائد 1، ناقص 1 على ناقص 1 زائد في ان زائد ان. دابا ان زائد 1 هي اللي نعوضوها، اش سطينا؟ غتولي 1 على ناقص 1 زائد، سمحوا لي تولي بحق، كتساوي 1 على ناقص 1 على ناقص 1 زائد اش؟ ان زائد 1 هي ناقص 1 ناقص 1 زائد 2 ان على ان، طبيعة الحال ناقص 1 على ناقص 1 ناقص زائد ان. دابا ما درت والو، دابا شوفوا هاد ان زائد 1 راهم بلاصيتها بعيد، ما درت حتى دابا والو، فقط راهم بلاصيتها ان زائد 1 راهم بلاصيتها بعيد. دابا اجي نوحدو المقامات، دابا اجي نوحدو المقامات، كتساوي 1 غيبقى المقام واحد هنا هو اي ان ناقص 1 اي ان ناقص اي ان ناقص 1 زائد 2 اي ان ناقص، دابا اجي هادي شحال هي 1 على ناقص 1 زائد اي ان تافق. دابا غادي نمشي نضرب في المقلوب، نضرب في المقلوب 1 في المقلوب تاع هاد الثاني، واش هاد غتعطيني ان على ناقص ان زائد جوج ان، هي ان ناقص 1 ناقص 1 على ناقص 1 زائد ان، حتى دابا ما درت والو، شوف حتى دابا ناقص ان زائد ان هي ان ناقص 1، حتى دابا اذا شنو غتوحد المقامات، ولكن قبل ما توحد المقامات خاص توحد تعملنا باش بواحد الناقص بشوية بحال بحال هادي، غتولي إي إن ناقص 1، غتولي لا سمحوا لي إي إن على إي إن ناقص 1 ناقص تحت ناقص إي إن ناقص 1، هنا 1 شحال هي إي إن على إي إن ناقص 1 ناقص مع ناقص شحال زائد 1 على ان ناقص 1، وصلتوا دابا مزيان، شوفوا دابا مزيان وصلتوا. دابا حنا غنشوفوا، دابا حنا غنشوفوا دابا العامل شحال طاق. دابا انت عوضتي ان كاين زائد يو ان زائد 1 هي ناقص 1 زائد جو يو ان على يو ان، في ان هي 1 على ناقص 1 زائد يو ان هي هادي. دابا اعرف في ان زائد 1 ناقص هي كامله، هي في ان زائد 1 ناقص في ان، هي في ان زائد 1 هي 1 لو ناقص 1 زائد في ان زائد 1 ناقص في ان هي هادي، ان زائد 1 راهم بلاصتين في بلاصة هاي،
دابا ناقص واحد زائد قاس هذه بقات. دابا واحد المقام ناقص واحد على ناقص واحد زائد بي يعني بقات واحد. دابا هي عطاتني هذه واحد المقام ناقص يعني ناقص ناقص واحد زائد في ان هذه هي اللي هي بقات. كيف كتشوف ناقص ان زائد في ان شحال؟ ناقص ان زائد في ان شحال هي في ان؟ هاي في ان سيدي ضربت في المقلوب ضربت في المقلوب يعني طلعت في الباي يعني طلعت في وحسبت ناقص ان ضربت في المقلوب وحسبت ناقص ان زائد في ان هي في ان ناقص واحد. هاي ناقص واحد تاقي سمحوا لي عافاكم هذه ناقص واحد زائد ان راهي ان ناقص واحد ما انتبهتش فيها سمحوا لي. ناقص واحد زائد ان راهي ان ناقص واحد ماشي ناقص ماشي ناقص عام سمحوا لي حقا ما انتبهت لها سمحوا لي عافاكم حقا ما انتبهت لها على واحد مقام واحد هو ان ناقص واحد ان ناقص واحد ان ناقص واحد كتساوي واحد تاقي. اذا متتاليه اذا في ان متتالية حسابية أساسها أساسها شحال سنتوية بلاتي شوف كيف وصلنا شوف هنا الطرف في المقلوب اش غتولي الطرف في المقلوب الطرف في المقلوب غتولي ولا بلا ما نضربو في المقلوب خلينا حتى الاخر غتولي واحد على ناقص في ان ناقص في ان زائد في ان هي ان ناقص واحد على في ان بلا ما نضربو في المقلوب ناقص واحد على ناقص واحد زائد في ان شحال كتساوي دابا هادي نضرب في المقلوب هي ان على في ان ناقص واحد ناقص واحد على ناقص واحد زائد في ان هي ان على ان ناقص واحد ناقص واحد على ان ناقص واحد هذه فقط قلبته شحال تولي المقام واحد هو ان ناقص واحد ان ناقص واحد بحال قلت عندك ا على بي ناقص سي على بي هي ا ناقص سي على بي هي اللي قلت هذه ناقص هذه على ان ناقص واحد شحال هي واحد من خرجت واحد اذا في ان متتالية حسابية أساسها R يساوي واحد وحدها الأول هو V0 كيساوي واحد على ناقص واحد زائد U0 يساوي واحد على ناقص واحد زائد اثنان يساوي واحد على واحد يساوي واحد حقاش U0 هي اثنان وناقص واحد زائد اثنان هي واحد تاقن. دابا في السؤال التالي دابا في السؤال التالي قال لك استنتج التعبير ياك حدد التعبير في ان بدلالة ان حدد تعبير في ان بدلالة ان تاقن ثم استنتج تعبير في ان بدلالة ان وتبقى ما مزيان دابا في التعبير ديال في ان بدلالة ان سانتو لي دابا اش عندنا عندنا في ان متتالية نكتبو لدينا في ان متتالية حسابية اساسها شحال واحد هاو واحد هو الاول هو في زيرو يساوي واحد اذا اش كتعرفو نتوما صنتو لي اش كتعرفو نتوما في ان اش كتساوي القاعده نذكرو القاعده هي في بي زائد ان ناقص بي ار هذه قاعده ذكرتكم بها هذه قاعده ذكرتكم بها دابا ذكرتكم بها دابا ما تكتبوش نهار الامتحان تكتبونيش اذا نبداو بالقاعده اذا في ان كتساوي في زيرو زائد ان ناقص زيرو في واحد حقاش ار هي واحد اي ار هي واحد اساس هو ار هو واحد اساس هو ار يساوي واحد
هذا راهو ار، هذا راهو ار، هذا راهو ار، هذه راه هي ار، ار اللي هو الاساس اللي حسب ليه هويه، متفقين؟ دابا فيزر شحال؟ هي واحد، اذا كتساوي واحد زائد ان، هذه هي في ان، متفقين؟ قال دابا استنتج يو ان بدلاله ان، دابا حنا جبنا في ان بدلاله ان، خاطرنا خصنا نستنتجو يو ان بدلاله ان، عندك يو ان بدلاله ان، شنو غنديرو؟ لدينا في ان اش كتساوي؟ واحد على ناقص واحد زائد يو ان، الوغ من هنا خاص تجبد يو ان، كي غادي تجبدها؟ يعني ناقص واحد زائد يو ان غتولي تساوي واحد على في ان، يعني يو ان كتساوي واحد على في ان زائد واحد، هذا صافي حتى للطرف الاخر، ها كتساوي المقام واحد هو في ان، واحد زائد في ان، بطبيعة الحال هذه هي يو ان. متفقين؟ متفقين حد دابا فين؟ متفقين؟ هادي في ان عندك هي واحد زائد، إذا غتربلاصتها اش تولي؟ واحد زائد ان على واحد زائد ان، هي اثنان زائد ان على واحد زائد ان بطبيعة الحال، تولي واحد دابا شكون فهمتو؟ هاي يو ان بدلالة ان. دابا بقى لك السؤال الأخير، السؤال ثلاثة، قال لك احسب اس ان يساوي في زيرو زائد في واحد زائد إلى آخره زائد في ان بدلالة ان، نذكرو بتذكير مجموع من التشريح الحسابي، عندك اس اس ان كتساوي في بي زائد في بي زائد واحد زائد إلى آخره زائد في ان، اش كدير؟ كدير اس ان كتساوي كدير ان ناقص بي زائد واحد هي الحدود، فاش؟ يو بي زائد يو ان زائد في بي لحقاش عندك في زائد في ان على اثنان، هادي مجموع، هادشي نطبقو هنا، اش غتولي؟ مسح السبورة، اش غتولي؟ شنو غتولي؟ عندك دابا هادي الحد الأول هو زيرو، ألوغ اش غتولي؟ اس ان غتكتب قبل ما كتكتب لدينا مجموع، لدينا اس ان عبارة عن مجموعة متتالية هندسة حسابية، غتكتب غتكتب قبل ما تبدا تحسبها تكتب لدينا اس ان عبارة عن مجموع حدود، اس ان عبارة عن مجموع حدود متتالية، اس ان هاي لدينا اس ان عبارة عن مجموع حدود متتالية حسابية، إذا بدي اس ان كتساوي ان غتبقى ان ناقص زيرو زائد واحد، حقاش هاي اس ان هي اس ان هاي، شوف اس ان هاي هي ان هو الحد الأخير، في هو زيرو هو الحد الأول، في في زيرو زائد في ان على اثنان، حقاش في في هو الحد الأول و في زيرو متفقين، شحال كتساوي؟ هي ان زائد واحد عادي، هادي جوج، دابا في زيرو شحال خرجت لنا في زيرو اللي حسبنا قبيلة؟ خرجت لنا هي واحد زائد في ان اللي كتبناها بدالة ان، عطاتني هي واحد زائد ان، تأكدوا منا، عقلوا عليها تأكدوا منا، ولو بغيتوش حاولوا ترجعوا لما سبق الفيديو شو حاولوا ترجعوا الفيديو شوية، غتلقاو غتلقاوني عطيت في ان بدالة ان هي واحد زائد ان، وفي زيرو هي واحد، أنا شحال كتساوي هادي؟ هي ان زائد واحد، عقلنا على هادشي، حقاش أنا مسحتو، عامل واحد زائد واحد جوج، زائد ان على جوج، هانتوما جبدتوهم، هادي هي اس ان، هكذا غادي تشوفينا من التمرين الثاني، في الحصة المقبلة إن شاء الله نخدم معاك، الحصة المقبلة غندوز للفقرة ديال العلوم الرياضية ديال تاع متتاليتان، متحديتان إن شاء الله، إن شاء الله، وخدم التمرين معاك كي قلت لك، كي قلت لكم راه غنرجع ليه. وغنرجع ان شاء الله غنرجع نخدم 8 5 ارجع لي تاهو ان شاء الله و 8 3 تاهو ان شاء الله المهم خدموا دابا نتوما خدموا 8 الرابع اللي واحد شي حاجه قولي لي في الكومونتير باش ان شاء الله باش نشرحوا في اقرب وقت ممكن غنشرحوا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله